اي اف ام احلى راديو عسلامة. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا تو مضي 23 دقيقه. هذه الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس. واليوم يا جماعه اذا كان مغرومين بالشوبينغ في اسبانيا، مغرومين بالماتشويت نتاع الاسبانيور، تنجموا تابعونا بالكدي خاطر بار شوبينغ والماتشويت تنجموا تمشيو تقراو غادي وتنجحوا وتعملوا برشا حاجات مزينه وبعد ترجعوا بحذانا تحكيوا عليهم. احنا عندنا ضيوف تنقدم لكم شويه اخر، جوست نحب نقول لكم اللي اليوم موضوعنا هو القرايه في اسبانيا. اذا كان عندكم انتم ما تقولوا ولا ملاحظات ولا اسئله تنجموا بس تخليهم على الباج فيسبوك نتاعنا غاديو اي اف ام. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس مع حسن بالواعر. سلموا على زميلنا حسين بالواعر ونقولوا له ان شاء الله ربي طيب خاطرك يا حسين، وان شاء الله ربي ترجعنا في خير وصحه ونعمه وتسلم المصدح وبلاستيك راي كبيره برشا بحذنا سينا. وانا نسلم برشا على الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا في البلاتو لهنا، وفما زيد زوز تليفونات سامباتيك باش يجيونا من اسبانيا الشقيقه هي. ديجا نبداو بالضيوف اللي بحذنا لهنا وباش ننطق هكا اسمها كيما تحب هي وتشتي بحذنا اسيل زامل. مرحبا اسيل. عايشك عايشك، مرحبا فيك هازر، ان شاء الله رمضانك مبروك، ان شاء الله كل عام وانتي بخير وسلام. عايشك الله يخليك. دونك اسيل لازامل هي سينيور اكاديميك ادفايزر ادوارد، دونك باش تحكي لنا وتفسر لنا اكثر بلوز او موا لاكومبانيومون نتاع لي ستوديون هذوما، والا اللي كانوا ديزيليف واش اللي دي ستوديون باش يمشيو يقراو في اسبانيا. باش تكون معنا زاده بالتليفون وما تنجموا تتفرجوا فيها زاده صوت وصوره مدام يايزا كانيدو الونزو من كامبوس سبين، دونك باش تحكي لكم وتعطيكم زاده اكثر تفاصيل على العباد اللي ديجا يبداو موجودين في اسبانيا كيفاش ينجموا يتلهوا بهم. حاضرين معنا في البلاتو بهاء الدين خميسي، مرحبا بك بهاء. عسلامه، عسلامه بكم الناس الكل، ان شاء الله ربنا مبروك وان شاء الله كل عام وحين خير. انت ان شاء الله على خير قصد ربي زيد. ان شاء الله ان شاء الله. باهي اوكي. حاضر بحدنا زاد احمد حميد، مرحبا بك احمد. عسلامه وان شاء الله رمضانك مبروك وميرسي على الانفيتاسيون، ان شاء الله نعاونكم اليوم. كيكسو كان تحب تخرج معنا تقرا في اسبانيا، ان شاء الله ليميسيون هذه تكون بلوس ليكم. باهي وبحدنا زيد صبري مني، مرحبا بك صبري. عايشك عسلامه، مرحبا بك. عايشك الله يخليك. وماما شويه خاطر ناخذوها بالتليفون خاطر هي ديجا مشيت وقرات وموجوده غادي في اسبانيا، دونك باش تحكي لنا بليز اوما على الاجواء غادي. ما هي نبدا معاك اسيل، قل قايل علاش باش نمشي نقرا انا في اسبانيا غير هي بلدان اخرى؟ شنو الحاجه اللي تنجم تنفحني؟ اش فيها دو سبيسيال اسبانيا باش نجم نمشي نقرا فيه؟ هلا مثل ما قلت، هلا الطلاب دائما بيحبوا يمشوا يدرسوا برا وياخذوا شهاده تابعه للاوروب ونفس الوقت يكون افوردبل لهم، لهيك اسبانيا بتجمع الافونتاج هذاك كليته. اول شيء انا بقدر ادرس برا، شهادتي تكون تابعه للاوروب مستعرف فيها عالميا، وين ما انا امشي بقدر الاقي شغل لإلي حتى بقدر اكمل دراستي عليها. بالنسبه للمستوى التعليمي تبعتهم ذو كاليتي عاليه جدا، بالنسبه للقيمه اللي هي افوردبل برشا، يعني التكاليف المالية لها في متناول اليد تبعون الطلاب. من ناحية اللانجوج بقدر أدرس في الإسبانيول وإلا في الأونجلي، حتى كان ما عندي إسبانيول ما بيطلب علي يكون عندي مينيموم دونونج قبل ما أطلع من هون على إسبانيا. البروسيس تبعتها بسيطة، جوار تعاونك فيها ماكش مش تحس حالك متغلب فيها. نسبة التشانسز تبعت القبول في الفيزا كبيرة برشا. من ناحية حتى الكونت بلوكي برضو أفوردبل للطلاب، سو فيها افونتاج كبيره. ابار هكاك البروجرامز اللي انا بدي الاقيهم لحتى ادرسهم في اسبانيا، في كتير برامج دراسيه بلاقيها الطلاب هناك بيقدروا يدرسوها، وبتكون في جامعات كبيره وقويه، وفي ايتاتيك والا فري برايفت يونيفرسيتيز، وخصوصا حتى اي ديجري، يعني سواء انا بدي ادرس ماستر والا ليسانس موجودين في اسبانيا، وبقدر الطالب التونسي انه يدرسهم في اسبانيا. به انا اخذنا بلوز او موان فكره علاش هو ينجم يمشي يقرا في اسبانيا. مريم مشيت قرات في اسبانيا وسمعت الحاجات هذوما، خلينا نشوف اسكو مريم اللي قلتو انت اميمه سامحني لقاتو غادي والا لا. معنا من اسبانيا، مرحبا بك اميمه. عسلامه. عسلامه اميمه، مرحبا. عايشك الحمد لله لاباس. اش عامله غادي في اسبانيا اميمه؟ صافا تري بيان الحقيقه. Pour le moment, ça va. Je suis très heureuse de l'expérience. Et qui m'a dit que Essil, tu as déjà dit que Essil fi FM ou que tu as dit que tu as dit que et la dit que tu as 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 dit
اي هيت اللي توقعته واللي لقيته خاطر انا ما حضرتش على ليميسيون اللي انت حضرت فيها في اي اف ام وقتها وفما برشا عبيد توا بركة قاعدين يسمعوا توا بركة قاعدين يعرفوا شنو هي القرايه في اسبانيا. هيت عاود لنا بلوز او موان الباركور نتاعك انت علاش مشيت غادي وقتاش مشيت شنو قريت اسكو قريت حاجات في تونس قبل ولا لا؟ Mais elle a déjà قريت في تونس اركيتكتشر معناتها شوي دبلومي من l'école d'architecture mm-hmm. et après je voulais faire un master donc je me suis dit pourquoi pas l'Espagne. Au départ mata ma conchan di fimokri l'Espagne et du coup je m'ont proposé l'Espagne ou la حقيقه qui شفت les opportunités ou mata شنو l'Espagne peut m'offrir donc je me suis dit pourquoi pas. En plus ma كانش فما عندي معناتها خاطر اللونك انا ديجا قريت قبل ميم حتى العباد اللي ما قراوش قبل لونك فما حتى مشكل نجموا يقراو يبو سي راتراپي دونك انا قريت لو نيفو معناتها لي دو برومي نيفو في تونس اي ابري جي باسي ان تيست ان ليني مع كامبوس اسباني مو وي مو اكسبتي كاو دونك كي انا جيت لهنا جيت بور فير لو نيفو بي 1 اي بي 2 بور كو جو بيس اكسيدي ان ماستر ان اركيتكتشر في اسبانيا. بي هي القراية هكا سامباتيك ميك تعرف ساعات الواحد كي يبعد هكا على دارهم وعلى حومته وجمعته ودينته بيه كي بشي مشي يقرأ ويضحهم يقولك خليني نمشي او موان اسكو العيشة غادي سامباتيك العيشة بيه لقيت روحك في ساعة في ساعة غادي مع العبيد معناتها الحقيقة بغابور للأي بلد أخرى في الأوروب يمكن انا معتا بيرسونال معوني اسباني ما حسيتش روحي ان طنكو اترانجير بالعكس ou en particulier في فيغو معناتها بالحق العبيد يسون سوبر سامبا معناتها ميم حتى ماتلي متلولا سي با ايفيدون انك باش ديريكتومون تلقى اللونغ وتعرف كيفاش تو كومونيك مع العبيد حتى كان تغلط ميسي اللي يصلحوا لك وهما بالعكس يفرحوا على الاخر يقول لك انت معناتها ماهيش لوغتك اي تحب تعمل ايفور وتتعلم بالعكس يعاونوك وهذيك علاش انا من الاول معناتها قلت انا باغ اكزومبل كي جيت لاسبانيا جيت دو سمان قبل ما نبدا نقرا حبيت جو براتيك اكثر من قبل ما ندخل لليكور فهمت دونك العيشه لهنا ياسر محلاها الحاجات اللي معناتها كنت انا نستنى فيهم الكل لقيتهم لهنا انك تنجم تعيش مرتاح تقرا مرتاح تتفرهد تعمل جو وميم تو معناتها هكا قرايتك ماشي اون باراليل فهمت به اهم حاجه توا سيغتانمون البنات اللي يتبعوا فينا ويعرفوا اللي اسبانيا رخيصه برشا بالشوبينغ فرحت بالشوبينغ ولا ما فرحتش بالشوبينغ بيان سور من عليه دو سمان هذوكم سيتي عملت دي فاكونس قبل نبدا نقرا عكس العباد دونك جي بروفيتي لي دو سمان هذوكم فهمت روحي بلوز او موان معناتها عملت دي روبير في البلاد لهنا وكل شيء كاو ما تتفرهدت ومن بعد حتى لو بلوز امبورتون راهو حتى كي في الفاك معناتها الامبيونس ياسر محلاها معناتها فما معناتها تتعرف على عباد جدد بلوزيور معناتها ناسيوناليتي تشوف معناتها كل واحد جاي بالكولتور نتاعو معناتها وحاجه ياسر محلاها فهمت ميم حتى للعباد اللي بالنسبه لهم تقول لك انا لونغ ما نعرفهاش راهم لي بروف في لونيفرسيتي يعاونوك على الاخر سي فري كو مش باش يحكيو معاك برشا انجلي ولا فرونسي يفون تبوستي باش تحكي اون اسبانيول مي يعاونوك فهمت اما سهله هي الاسبانيول كمان معناها بارابور دوتر لونغ سهله هي شو لا لا بارابور دوتر لونغ سهله خاطر تقرب شويه للفرونسي مع واحد يزيد يقرا شويه ايطاليان يمكن زيد اي فوالا شويه ماهيش صعيبه راه كي تقرا تلقى معناتها سي فاسيل ابروند معناتها كون تو براتيك مع اصحابك ولا مع عبيد كي تخرج ولا حاجه دونك سي با حاجه فريمون كي واحد باش يقول لي امبوسيبل فما عبيد او بو دو دو موا معناتها اول ما جاو ما يحكيو حتى شيء توا تشوف ليفوليسيون بعد شهرين نجم تفهم باي عطينا كلمه جمله كي خنشوف خنتستي اوكي من حاجه تعملي في السنيور رام تنشوف جميع لهنا يقولوا لي يا امورك واضحه والا لا اي باي انا نقول لكم تقعد تسالو سافا بالفرنسي با اولا كي تال مي امو مايما ستوي ستوديان دو اسبانيول اورا ان اسبانيا اي مي انكانتا تا موتشو لا فيدا كي ان اسبانيا اوكي انا ذي فهمت الجمله عسلمه انا اميمه مشيت نقرا اسبانيول مشيت نقرا في اسبانيا وانا فرحانه وسعيده بالقرايه غادي دونك جاوي به هاي طلعت مانيش كعبه لي سي بون اموري واضحه يعطيك الصحه اميمه لاغه الله يخليك ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله ربي يفتح عليك كما نقولوا احنا وان شاء الله ترجع لنا حاجه مزينه وبيه يا غادي ولا سينا ان شاء الله ربي يفتح عليك وتلقى خدمه تلقى خدمه غادي يا عايشك ميرسي بوكو ايدي الكل والله حقا اون اوتر فوا ميرسي الاستيل و ايدجورد و ليندا فريمون استيل و ليندا عاونوني برشا
وقد ما نقول لهم كل مره ميرسي وشويه يعني عايش كاتيك الصحه الله يخليك باي باي. دونك احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للاربع نتاع العشاء اليوم نحكيو كيفاش تنجم تمشي تقرا في اسبانيا اكثر تفاصيل شويه اخر مع اسيل زامل سينيور اكاديميك ادفايزر ايجور. دونك مرحبا انتم باللي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا سبيسيال راديو كامبوس مع حسن بالواعر. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كشغل الاربعه نتاع العشية هذه الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس. واليوم نحكيو على كيفاش نجمو نمشيو نقراو في اسبانيا شويه اخر باش نمشيو مع مدام يايزا باش تحكي لنا بلوز من نهار اللي حتسيقوا في المطار كيفاش نجمو يتلهيو بالليتوديون هذيا في اسبانيا ما قبل ما يطلع هو السيد في الطياره ويوصل المطار غادي في اسبانيا يلزم بلوز موان بروسيس كامل يتعدى بيه هنا في تونس. دونك اسيل اذا كان واحد جاكم يحب يقرا خلينا نقولوا في الخارج احنا ديجا كيفاش وعلاش تنصوه ديجا باسبانيا وشنو البروسيس خاطر جينيرالمون العبد اللي يحب يخرج يقرا ديجا مفجوع من الباباراس مفجوع كيفاش يبدا منين نقطه البدايه اسكو ديجا البروسيس اللي ماشي فيه صعيب ساهل باش يلقاها مسهله في وجهه كيما نقولوا احنا باش يغلط اسكو سيكوريزي بلوز او موان الحكايه خاطر انت تعرف برشا اغناك في الموضوع هذا مي او موان كي يمشي الاوفيس هكا مريقل واموره واضحه دونك يتعدى بروسيس صحيح. تفضلي. هلا هي ادي وورد اول شيء لما بتستقبل الطالب بتعرف منه ممكن يكون هو انترستد في ديستنيشن معينه والا احيانا ما بيكون عارف اصلا وين راح رايح. هلا حسب السيتويشن تبعت الطالب والشروط اللي عنده والدوسي تبعه بيكون عارف لما بينصحوا التيم اللي عندنا بيعرف هو وين اي ديستنيشن هو بناء بملائم له. بعد هاي الستيب في عنده شيء اسمه اورينتيشن تيست بيعديه عنا في ادي وورد هو اللي بيحدد توجهك. ممكن احيانا الطالب ما بيعرف شو توجهه في اي بروجرام اصلا بيقدر يدرس وإلا لا ممكن ما بيكون عارف شو البروغرام اللي بيناسبه لإله في سوق الشغل حسب توجهاته هو. سو بعد ما يعدي الorientation test بيعمل بيتعدى مع كونسي أكاديميك مع مستشار أكاديمي بيقعد معاه بيدرس الدوسي تبعه بيشوف البروسيس متاعه بيحكي له البروسيجر متاع إسبانيا لوراقه كيفاش بيش تترجم إسكو فما أي حاجة بدها توثيق من ناحية الانسكريبشن وانت بيبلش وانت بيسكر شو الأشياء اللي لازم مثلا كان في ماتيس دو لونغ بده يعدي والا ليه. هذه هي البروسيس كلياتها بتتم في الرونكونتر اللي بيعديها مع الكونسي اكاديميك. من بعد بتتم البروسيس من ناحيه الترجمه من ناحيه اجراءات الفيزا رانديفو الفيزا حتى اللوجمون لغايه ما يوصل الطالب لاخر مرحله اللي هي المرحله نتاع انه باش يمشي على اسبانيا واللي هو بده يكمل عن طريقها البارتنرشيب تبعنا. سو على هيك احنا في كل ديستنيشن لنا في عنا بارتنرشيب بيساعد الطلاب تبعونا في انه يكمل الاجراءات. اوكي سو احنا الاجي وورد بتكمل البروسيس اللي هي بتقدر تعملها في تونس البروسيجر الاخرى اللي موجوده في اسبانيا بيكملها عنا البارتنرشيب من ناحيه انه يستقبلوا من المطار من ناحيه حتى السيم كارد تبع تليفونك الكونت تبع البنك اقامتك اللوجمون بتاعك حتى الجامعه بتقدر تشوفها حتى احنا طلابنا بيقدروا يشوفوا الجامعه تبعتهم البروف اللي بده يدرسهم السكادجول تبع دراستهم. اوكي انا ماشي ندرس لونج هنيك اما الباث تبعي من بعد وانا شو بدي يصير لي انا بعرفه من هون قبل ما امشي حتى الانسكريبشن تبعت اليونيفرسيتي تبعتي بعرفها من هون من انا في تونس. سو مانيش اسمي ماشي نقرا سيجور لانجوستيك وبس والا انا رايح ادرس لونج اما مش عارف شو راح يصير معي. نو في اجي وورد بتحدد لك شو بدي يصير معك من ناحيه بعد ما تخلص اللونج الانسكريبشن تبعتك موجوده البروف تبعك اللي راح يدرسك ديزا يحكي معك فخ واتساب ويكونتاكتيك حتى اللوجمو تبعك بتشوفه قبل ما تطلع من هون وبتحدد وبتختاره قبل في 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 تصويره في فيديو وتمشي هنيك بتشوفوا نفس ما هو اللي شفته لهنا في تونس. دونك شوفوا اسكو اذا كان مشيو هما كيما مشي في بيلون في تونس يلقاوه غادي والا لا. وكيف ناخذوا اكثر تفاصيل من اسبانيا مباشره مع مدام يايزا كانيدو الونزو. بونجور مدام. بونجور. بونجور بيانفينو سور لي زون دي اف ام. واه سي ان بليسير فور موا دو فو جواندر. En fait, pour vous mettre un peu dans le cadre, je vais vous dire ce qu'on était en train de parler avec Asil sur le process de l'intégration du moment où l'étudiant met ses pieds dans l'aéroport jusqu'à ce qu'il en parte après pour avoir son diplôme. Donc, peut-on parler un peu de ce process réellement en Espagne? Qu'est-ce qui se passe à cet étudiant?
En fait, c'est comme ça, c'est qu'ils se sentent chez eux, qu'ils doivent s'inquiéter pour rien. Donc, ce qu'on fait, c'est on va chercher les étudiants à l'aéroport, on les donne une carte de téléphone pour qu'ils puissent appeler ses parents. On a déjà réservé un appartement pour eux, alors on va l'amener à l'appartement. Donc, ils ne doivent pas s'inquiéter de chercher un appartement, un bus, une collection, rien du tout. Et on fait une partie culturelle avec eux très importante. Donc, on essaye qu'ils vivent avec des autres étudiants espagnols, qu'ils partagent les appartements avec ses étudiants pour que l'intégration se passe bien. Donc, on essaye de penser à tout ce qu'il faut pour qu'ils se sentent comme chez eux. Est-ce que c'est très facile d'apprendre l'espagnol en Espagne ou c'est plus intéressant ou plus favorable de l'apprendre avant de partir de Tunis ou peut-on obtenir un diplôme plus spécifique pour apprendre l'espagnol? Moi, personnellement, je crois que c'est plus intéressant de l'apprendre en Espagne depuis le début, parce que forcément, les étudiants, quand ils viennent ici, ils vont aller en cours d'espagnol, mais en plus, ils vont parler l'espagnol tout le temps, parce qu'ici, en Espagne, on parle que l'espagnol, hein, en fait. Donc, ils vont aller dans les supermarchés, dans le bus, partout, ils doivent pratiquer la langue. Donc, forcément, ils sont forcés de quelque façon à l'apprendre de manière plus vite, plus comment, plus rapide. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée sur le diplôme d'ELE? Est-ce que c'est facile? C'est un test facile? On peut le passer facilement? On peut l'obtenir facilement ou pas? Oui, bien sûr, surtout quand les étudiants parlent français, c'est vraiment facile pour eux d'obtenir les diplômes de langue espagnole parce que c'est des langues très similaires. Donc, après venir en Espagne, habiter ici pendant quelques mois et aller à un cours, ils n'ont pas vraiment de problème pour obtenir le diplôme qui est reconnu partout et qui les permet d'étudier dans les universités espagnoles après. Donc, ils ne vont pas avoir de problème. Est-ce que vous pouvez nous prescrire ou nous dire plus ou moins quelques autres points par rapport à votre partenariat avec Eduard qu'on n'a pas évoqué? En fait, on fait un peu tout parce que le partenariat se passe très bien. Donc, on va aider les étudiants avec les visas, par exemple, avec la préparation de ces documents académiques. Ils vont bien sûr aller dans les cours de langue. Ils vont joindre des activités culturelles aussi. Donc, ici en Espagne, ils vont vivre la culture espagnole aussi. Bon, le football, c'est très important, la cuisine espagnole, tout ça. Et après, la partie académique. Donc, ils viennent ici pour étudier en ligne. Ou en master ici en Espagne. Donc, on fait toutes les démarches administratives qu'il faut pour qu'ils puissent joindre l'université une fois qu'ils finissent les cours d'espagnol. Est-ce que vous avez des recommandations pour rassurer plus ou moins les parents et les étudiants, des étudiants qui sont déjà en train d'étudier en Espagne ou par exemple s'il y a des étudiants qui sont tentés d'aller étudier en Espagne, qui voudraient entendre quelque chose de plus positif, de plus sympathique à là pour qu'ils y aillent étudier en Espagne? Bah, en fait, les gens en Espagne sont très sympathiques, donc ils vont être bien accueillis. Ouais, c'est mal de le dire parce que moi je suis espagnole, mais c'est vrai qu'on est très amigable, donc ils vont se sentir vraiment accueillis ici en Espagne. En plus, c'est la langue la plus parlée du monde, la deuxième langue la plus parlée du monde après les chinois. Donc, apprendre une langue comme l'espagnol, c'est forcément un plus dans les CV des étudiants. Et la qualité du système éducatif espagnol aussi, c'est super, tu obtiens un diplôme européen. Et donc, et on fait tout ce qu'il faut pour les étudiants. Donc, on est contact d'émergence tous les jours pour eux. Donc, les parents peuvent nous contacter aussi. Donc, je vais bien sûr dire aux étudiants qui ont des doutes de partir en Espagne que c'est une belle chose. Merci Madame Yaïza, merci pour le partage. On était très heureux de vous accueillir sur nos ondes. Merci. À très bientôt. Merci, merci. C'est un plaisir pour moi. À bientôt. بي دونك جوست باش نفسروا بليز او موان شنو قالت مدام يايزا، قالت احنا نستقبلوا لي زيتيديون من نهار اللي يحط سيقه في المطار، عنده البوس نتاعو ينجم يكلم دارهم، نوفروا له بليز او موان لو لوجمون، نعاونوا كيفاش يلقى لو لوجمون، حتى اذا كان باغابوغ لا سيكوريتي سوسيال، حتى كان مرض ولا حاجه هما ينجموا يقوموا بيه ويتلهوا بيه، قالت اللي هما ينجموا يعملوا لهم زاد دي سورتي كولتوريل، خاطر
كي يحتك بلوز اوموا بسبانيوري في الكار وفي الريستوران وفي لي ميوزي خير برشا يتعلم اللونغ خاطر بخيتو ماهيش كلام تنجم تلقاها على جوجل اما لا فريكونتاسيون هي اللي تعلمك اكثر كيفاش. وقالت انا نشجعهم ان يجيو لاسبانيا على خاطر الشعب الاسبانيوري هكا يفرح برشا بالعبيد وسامباتيك وحتى اللغه بلوز اوموا قريبه شويه زاد للتوانسه يعرفوها بالكدي. دونك شجعتكم برشا انه تمشيو للاسباني واحنا زاد من توا حتى الاربع نتاع العشيه باش نزيدوا زاد نشجعوكم ونقول لكم علاش اكثر تفاصيل تخليكم تنجموا تمشيو وتعملوا اكسبيريونس عالميه غادي وتروحوا دبلوم به ومعترف به سورتو من اسبانيا. دونك ما تبعدوش بعيد هنا رجعين. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى الاربع نتاع العشيه. مرحبا بلي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا اذا كان عندكم تساؤلات اليوم نحكيوا على كيفاش نجموا نمشيو نقراو في اسبانيا. وهيت نكملوا معاك اسيل نقول قايل توا العبيد اللي يسمعوا فينا اسكو كي نقدم انا الدوسي نتاعي كتونسي باش نمشي نقرا في اسبانيا اسكو فما دي كونديسيون معينين والا مرحبا بتوانسة يجيو يقراو في اسبانيا ولا لا؟ هو مرحبا في تونس يمشي يقرا في اسبانيا اكيد في كل الاحوال. اما اكيد طبعا في كل هلا اذا انت ماشي تقرا ايتاتيك ولا بريفيت حاب تقرا بالانجلي في الاسبانيول سو هذا الشيء كل سيتويشن لكل طالب بيفرق طبعا. اما من ناحيه كان الطلاب اللي بدهم يمشوا يقروا في الايتاتيك ويحبوا يقروا في الاسبانيول ما فما حتى مشكله. يعني الحاجه اللي هي دائما بتكون عند الطالب بقول لك مثلا انا كيف بدي ادرس اللغه من اول وجديد واضيع على حالي سنين وكذا سو ادي وورد هي اللي بتوفر لك الفرصه بانك انت مش بالضروره يكون عندك مينيموم دونونج تقدر تمشي فيه وتقرا في اسبانيا. هونيك انت بتمشي تقرا في اسبانيا ما رح تاخذ منك فتره طويله. يعني اذا مثلا تاخذ منك في تونس عام في اسبانيا بتاخذ منك 7 شهور. ما بتدرسها كلاس بس مثل ما قالت يايزا قبل شوي اللي هي انك بتدرسها عن طريق كلاسز تعملها عن طريق وركشوبس تريبس سو انت عم بتمارس اللغه مع الشعب نفسه لهيك بتتعلم اللغه اسرع وبتتعلمها يعني بتكون في كاليتي قويه اكثر. عرفتي كيف؟ ديجا حتى العباد اللي يدرسوا في تونس الاسبانيول يجيوا عادوا تيست دو لونغ بعدين مع سنتر دو لونغ في اسبانيا والا في فاك مش نفس النيفو بيفرق. عرفتي كيف؟ سو هونيك بيتعلمها في وقت اقل كمان بمارس اللغة. وبنفس الوقت أنا شهادتي موجودة معي الانسكريبشن تبعتي موجودة ضامنة أنا شو الباث متاعي مش خاسر شي وببلش أدرس في الانسكري. لهيك الطلاب اللي خصوصا هلأ حاليا عم يدرسوا باك وإلا انتي رسام ما زال التسجيل محلول يقدروا يمشوا إن شاء الله معنا في سبتمبر أو الأكتوبر. يمكن زيادة فما حاجة أخرى يتخوفوا منها ليزيتيديون باش يمشيوا يقراوا في إسبانيا يقول لك أنا مثلا عديت معاش 15 سنة من حياتي نقرأ في سيستيم معين في نظام تعليمي معين باش نمشي ونقوم نبدل نظام تعليمي اخر لان ما نعرفوش وعمري ما سمعت عليه كيفاش نجم تصير الحكايه. اسكو تعطيهم دي انفورماسيون على السيستيم غادي في اسبانيا ولا لا؟ وديجا اسكو السيستيم نتاعهم قريب لنا يشبه لنا بعيد علينا اون بو سادابتي فيه ولا لا؟ وي هو القريب هو رح يدرس اللي بيدرس ليسانس رح يدرس 3 سنين والماستر رح يدرسوا عامين. هلا من ناحيه انه يكون متكيف يعني متاقلم مع المستوى التعليمي تبعهم بالعكس هلا المستوى التعليمي اللي ماشي له تابع للاوروب. يعني انا اصلا ماشي هنيك جست اللي رح يفرق علي اللي هو اول شيء اللونج اكيد الاسبانيول اللي انا رح اكون متحضر لها. حتى كان فما اي ادمشن تيست خصوصا الميديسين راهم يتم تحضيرهم لهم نفس الشيء معنا في البختوناغيا بحضرك لحتى تمشي تعدي التيست بتاعك بتاع الميديسين سو انا بمشي حاضر. من ناحيه المستوى التعليمي بالعكس رح يكون اقوى رح يكون ذو كفاءه عاليه رح يكون البروف متاعك يعني بروفيسيونيل سو بيقدر يدرسك التخصص متاعك بطريقه انك تكون فيها جوده في التعليم وبنفس الوقت انه تكون شهادتي مستعرف فيها سو ما رح يلاقوا صعوبه بهذا الموضوع. اذا مثلا بنحكي على الطالب اللي دارس ليسانس وبده يمشي يدرس ماستر بالعكس هذاك الشيء بيعطيه بلس في السي في متاعه. من ناحيه انا كمان من ناحيه العباد اللي بيحكوا مثلا انا عندي الفرنسي وبدي ادرس الاسبانيول بالعكس الاسبانيول من اللغات يلي هي من اللغه الثانيه في العالم اللي بعد الانجلي يلي بتزيد كتير في السي في بتاعي في لما الوج على خدمه خصوصا توا العباد اللي يحكوا في الاسبانيول مطلوبين برشا سو انا هذا الشيء في اي دومين بدي امشي له من بعد بدي يضيف لي فيه من ناحيه اللونج ومن ناحيه شهادتي تبع للاوروب مستعرف فيها. حتى كان انا باش نكمل قرايتي للي قارين ليسانس باش يكملوا ماستر مش مثلا
ممكن يكملوا في إسبانيا، ممكن يكملوا في فرنسا، خصوصا فرنسا قريبة عليهم. سو ما رح يلاقوا صعوبات من ناحية المعادلة تبعت الشهادة، من ناحية أني ألاقي شغل، هذا الشيء ما رح ألاقي. سو هذا الفرق. أنا يعني للطلاب يلي حابين يدرسوا في الأوروب، اللي حابين ياخذوا شهادة مستعرة فيها، أما بنفس الوقت بدي شيء أفوردبل في متناول يدي، هاي الشيء موجودة في إسبانيا. تقول قايلة أسيل فما برشا عبيد في تونس ديجا ملي ميخذ الباك عارف روحه بشمشي يخرج يقرا برا، وين بعدته هو يقرر وين، ما فما برشا عبيد لا يعرف وين ولا يعرف حتى شنو تقرا، وفما عبيد زادة تعمل دو موفي شوا، خلينا نقولوا احلى ولا السكور نتاعها ما خلطينش بشمشي تقرا حاجة معينة. كي يجيوكم لي تخوات كات فيغور هذوما بحذيكم غادي في ايديورد، اسكو تعطيوهم باغ اكزومبل انهم احسن لي فورماسيون اللي ماشيين في اسبانيا واللي نجم يحلوا لهم افاق اخرى؟ اسكو اذا كان هو ماشي في ثنيه معينه ولا قرا عام باغ اكزومبل سبيسياليتي معينه في تونس، تنصحوه ينجم يبدل خاطر غادي نجم يلقى فرص نتاع خدمه خير، ولا ينجم يكمل قرايته وغادي خير؟ اسكو عندكم البروسيس هذا ولا لا؟ اكيد. هلا هو لهيك ايديورد عندها كونسي اكاديمي، كونسي اكاديمي ديجا هو بروفيسيونيل ومختص بهذا الموضوع. لكن لما بيقعد مع الطالب اول شيء احنا بيتم دراسه الملف، بيقعد مع الطالب بنشوف مثلا السكورز تبعونه شو قاري، شو عنده ديستاج، عنده فورماسيون عاملها، اي شيء عند الطالب هذا الشيء بيعاونه. لهيك دائما احنا بنطلب من الطالب وبناخذ كل ورقه في اي مرحله مر فيها، حتى اي اكتيفيتيز عملهم من ناحيه سبور، من ناحيه ميوزك، اي شيء هذا الشيء بيزيد عليك. من ناحيه هذا الشيء بنعرف توجهاته، غير هيك المقابله اللي راح يقابلها مع الكونسيي اكاديميك راح يعرف شو توجهاته، شو اللونج ديجا ممكن يكون عنده لونج تيست لونج عنده ديجا موجوده حاضره، ممكن يكون عنده توجهات في لونج اخرى. من ناحيه التخصص اللي بده اياه ممكن البروجرام اللي بيحبه مش موجود في البلاد هذه، سننصحه في ديستنيشن اخرى. من ناحيه ممكن يكون السكور فما الكريدت، مثلا انا اجاني عبد وعنده عام ديجا قاري والا عامل. سو احنا بنشوف من اي بلاد واي فاك تناسبه انك انت تقدر تكمل العام اللي ضل لك بدون ما تخسر عوام تانيين. من ناحية نشوفوا المعادلة تبعت الغالب الدونات متاعه، الأعوام اللي درسهم، ناحية البروغرام، هدول كل ييتهم بيفرقوا. لهيك دايما الشيء بيرجع للكونسي أكاديميك. لهيك لما تيجي على إيدي وورد ما رح تلاقي حالك ضايع. الكونسي أكاديميك حتى ممكن تيجي على ديستيناسيون معينة وإلا على بروغرام معينة، ومن بعد تلاقي حالك بدلت توجهك جملة لما تقعد معاه وينصحك ويعطيك شو أنت بدك. هو كيما إحنا نحكي إنه مش احنا نقرر عنك، اما احنا بنلاقي لك نحط نقاط على الحروف وين موجودين عندك، نوجهوك ونوجه لك الباث متاعك وين بالضبط في المسار الصح مش اكتر. اما بالنهاية دايما بنحاول، احيانا في طلاب بيكون عندهم توجهات معينة وشهادة صحيح في شيء معين ما مشي له حلمه، اما بنلوجه له على شيء يكون قريب انه يكون الشانسز تبعونه في الفاك وفي الفيزا تكون اكبر. اذا كان فما عبيد يسمعوا فينا توا ويقول لك به الفكرة متاع القراية في اسبانيا بيا وعجبتني ومنفحتني ماني، يقول لك بيه انا منحبش نخسر برشا وقت، وقول لي توا بلوزو موا لي دومين اللي مطلوبين برشا في اسبانيا ولا في الاوروب، ولا انا وين شنو نجم نمشي نعمل بالضبط في اسبانيا، اكثر حاجه تمشي ماك تعرف التونسي يحب سريع تك تك كل شيء يمشي واموره واضحه. دونك اعطيني كلمتين خير بالضبط، شنو اكثر حاجه تمشي غاد بيه؟ هلا هو من ناحيه التخصصات موجودين الكل، اما شو التخصصات اللي مطلوبين برشا وقويين؟ ناحيه الهندسات طبعا، السبور، البزنس، المانجمنت، الماركتينج، عنا الميتين حتى مطلوب غادي كزادة في اسبانيا ينجم يعدي، والبروسيدور متاع الميتين زادة اسهل من ناحية اي ديستيناسيون اخرى. سو ديزاين عنا زادة، ديجيتال ماركتينج، سو فما برشا تخصصات ومطلوبين وقويين برشا في اسبانيا. هذاك الشيء ادبنت على انت شو الباك جراوند تبعتك وشو حابب تدرس من بعد. لهيك اللي ماشي على اسبانيا وحابب تخصص معين وخايف انه ما يلاقي، راح تلاقيه موجود في اسبانيا. باه يا تنشوفوا جماعة اللي بحذينا لهنا دو في عاقلين، راملوا لي بيت عاقلين عاقلين، ما عندكمش فكرة. ان شاء الله بعد لوك 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 عاد بحكيوا معايا وفسروا لي بالكدا بالكدا علاش انتوما مشيتوا باش تمشيو تقراو في اسبانيا، وكيفاش تعديت ليكسبيريونس مع ادوارد. دونك نعاود نفكركم اللي تنجموا تقعدوا تابعونا من توا حتى للاربعه نتاع لاشين. انتوما زيد اذا كان عندكم دي كيستيون تنجموا تخليهم مع الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام، ما تبعدوش بعيد انا راجعين سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعي. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى للاربعه نتاع العشيه، توا مدي 3:47 دقيقه. دونك احنا اليوم نحكيو على الدراسه في اسبانيا، وبحذايا 3 وليدات نورمالمون في مخهم قروا انه باش يمشيو يقراو في اسبانيا. تنشوفوا علاش وكيفاش صارت الحكايه. نبداو مع بهاء الدين، مرحبا بك بهاء. مرحبا بك.
اسمع اكيد ديسكور لوليني ذيك نتاع عرفنا على روحك وعمرك وفاسيتاتكم الكل. انا بادي خمسي نقرا فيزيك شيمي في كامبوس منار. عمري 20 سنة وخذيت الباك 2021 وهنا نطلع في اسبانيا في اكتوبر ان شاء الله. اي ان شاء الله عادك بيها وتك تك معناها هيا بيه. قولي توا باهي انت علاش ديجا عملت عام في تونس وباش تخمم تمشي لاسبانيا توا؟ انا خاطر في بالي بديت البروسيدور مخر شويه اما فيسع فيسع صارت كي مشيت للديوار فيسع فيسع صارت البروسيدور فيسع فيسع جبوني الاكسبتاسيون من الباك و عجبتني النقطة متاع أنا بديت البروسيدور ماخر برشا دونك أبريوري أنت ما كنتش تعرف ديجا كيفاش تطلع ووقتاش تطلع. أي ما بديتش من الأول قبل سبتمبر معناتها قبل ما يبدأ العام بديت بعد شوية ظهر لي في جان في حاجة هكا أما في حاجة باهية فيسا فيسا ديما محلولة على طول العام قالوا لي كل شيء. أي ولقيت روحك مع إدوارد ولا ليه؟ اي قابلت ليندا مش قادر يقدمك بالحق. قابلت ليندا من الاول فرحت بيا فسرت لي بالكدي عجبتني اسبانيا ديجا كنت مغروم باسبانيا من قبل. ما تشويت عاد غادي وبابا زاد قبل كان يخدم يمشي ديما ويجي على اسبانيا شجعك طن شجعني برشا وكي مشيت عطاتني دي وورد شانس وقيت الامور سهله غادي قلت علاش ليه وعطيتها ما تيتها شانس. باهي نزيدو نرجعو نحكيو معاك باهي. احمد حميد مرحبا بيك. السلامة ومرحبا بيك مرة أخرى. عايشك. عمري 27 سنة. إي. ديجا متخرج أنا من لينيبس قصر سعيد. توا نخدم أونسينيون ديديكاسيون فيزيك في إتابليسمون بريفي. وقررت أنه نكمل الماستير نتاعي. أنا ديجا عندي من قبل نحب نكمل القراية. قلت ميم طون أني تا نخدم وتا القراية تا تجي معناها بشوي بشوي. تو قلت لي تون قلت علاش لا تو نكمل قرايتي البار. كي مشيت الحقيقه لجورد من الاول ديجا قبلت راني غادي كنوجه لها تحيه. كيفاش عرفت جورد من قبل؟ انا جورد الحقيقه على الفيسبوك عرضني دي فيديو معناها على جورد قلت علاش لا خلينا نمشي نشوف نعمل دوره نتاعي نعمل ريسيرش. كي مشيت لجورد عرضتني رانيا بروبوزيت عليه بلدان انا الحقيقه ما كانش عندي ديستيناسيون معينه معناها فهمتني بروبوزيت عليه بلدان قالت لي فما اسبانيا علاش ما تخممش فيها معنا قلت لها بوركوا با انا الحقيقه معنا ما عمري خممت فيها اسبانيا جمله من ناحيه مخي جمله وكي جيت من بعد قلت علاش اسبانيا هي بلاد سبور وانا حياتي تو سبور ونخدم في سبور وكل شيء قلت علاش ليه عملت ريسيرش بتاعي وتاكدت من الكلام اللي قالتهولي معنا كل شيء موجود معنا في اسبانيا وعملت ريشيرش لقيت الماستير اللي حاجتي بها غاديك اللي هي ان شاء الله كنساها ربي سبورت مانجمنت اللي هي مالوريزمون ما فماش في تونس قلت علاش ليه ما نكملش البر. باهي وما حسيتش اللي بالكش ما تلقاش روحك غادي في اسبانيا في كنت عادي تكارير بليس اون في تونس لهنا فهمت؟ احنا نقولوا ما فاتش الفوت ديما ما فاتش الموت تخاف انت اذا توا تفوتك الفرصه هذيا وتقول يا ريتني عملت الفاز يمشي بيك الامور تقول يا ريتني قريت انا فهمت؟ قلت علاش ليه؟ وعندي ما عندي علاش باش نندم ونجرب باش نقرا بريتو مازلت معناها نجم نقول على روحي مازلت صغير معناها والكارير مازلت قدام وكاو هذاك هو علاش معناها يقولوا سو مودو علاش اخترت اسبانيا معناها وقت تسال اي جون تو تقول له معناها اسبانيا باش تقول يبدا مغروم بسبور تقول لك اسبانيا سبور معناها فهمتني قلت هذاك علاش معناها علاش ما كملتش قرايتي غاديكا وقت يشرب بيسهل لك ان شاء الله نفرحوا بيك. انا ديجا البروسيدور بديتها في مارس معناها تو انا وخديت الاكسبتاسيون ديجا الجمعه اللي فاتت معناها البروسيدور كيما كان يحكي بروسيدور فيسا فيسا بالحق راهو فيسا كي قالوا لي معناها لو جيب اوراق باش نبدا في البروسيدور قلت باهي الاوراق تاع في السيف ومازال عندي وقت كل شيء الوغ كي جبت الاوراق فيسا فيسا بالحق راهو عطيت الاوراق منا في معناها كيما نقولوا الجمعه جمعتين قالوا راه عندك اونتروتيان مع كومبيو سبين وريقلت اموري والحمد لله ربي خذيت الاكسبتاسيون الجمعه هذايا. باهي مبروك عليك. باهي اسمع باش نحكي لك على حاجه ما يحبوهاش جينيرالمون توينس اللي هي الباباراس والاوراق. انت قلت على الاوراق اسكو برشا اوراق برشا باباراس ولا لا انتم جست حكي معناها جست انت لي ديبلوم تاعك ولي زاتيستاسيون بليسكو انا معناها خدمت معناها عندي لي زاتيستاسيون تاع ترافاي ولي فورماسيون اللي عملت بخاطر قعدت معناها عوام من بعد بعد عندنا حفله في راديو ورا دونك تسمعوا زو حفيلي ونورمال لو حاطينكم في الاجواء فهمت عليك حكيت فيهم معناها ما طلبش برشا وقت الاوراق ديجا عندك هما الاوراق معناها تعطيهم هما يتكفلوا بكل شيء جوست انت تعطيهم الاوراق وهما يتكفلوا بكل شيء وكهو ذي هو معناها جول بحق راه يتسهل الامور برشا 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 باه هات نشوفوا الاكسبيرونس نتاع صبري مرحبا بك صبري Donc Sabri Maniai, 22 ans, nakra licence informatique.
اشتغلت في الانفورماتيك ساعه ولا باش تبدل؟ والله الاكثر هي باش نقعد في الانفورماتيك. تو قاعد نعمل في بي اف ام تاعي وان شاء الله جوان نكمل القرايه ونحب معناها العام الجاي من غير ما نخسر وقت نطلع ديريكت لسبان. دونك ايدوارد عرفتها عن طريق مرا صاحبة أمي، هي اللي قالت لهم يرى فما أجانس اسمها ايدوارد وتخرج وكل بعد. مشيت أنا وأمي وتقابلنا غادي مع ليندا يعطيها صحة. ما ليندا يا سيدي تعرف على ليندا حتى أنا زيدة فردينا على الآخر وكل بوم لو كي مشيت ما كنتش في مخي معناها باش نمشي نقرا في إسبانيا، مي معاش ايدوارد هما يخدموا برشا بلايص أخرين، مشيت نحب نقرا لبرا. حكيت لي ليندا على اسبانيا. اسبانيا انا تعجبني من قبل لما ما كنتش نخمم فيها معناها كديستيناسيون باش نكمل فيها قرايتي. دونك حكيت لي على الاوبورتونيتي عجبتني على الاخر بالرسمي. اون بليس ما عادش خير من برشا بلدين، ما عندكش هكا باش تقرا لونغ قبل ما تمشي، ما عندكش ما عادش لازمك موين قويه ولا حاجه باش تدخل فيك وكل. دونك فوالا عجبتني على الاخر وبديت في البروسيدور وعانوني على الاخر الحقيقه. وانت قريت اسبانيول لهنا ولا باش تمشي تقراه غادي؟ والله اللي قريت بون في التروازيام والباك عملت اوبسيون اسبانيول، ما كنتش انتريسي جمله بالاسبانيول. وين زعما قريت لك الاوبسيونات هذوكم؟ ريت لك الاوبسيونات اللي تحقروهم انتم اش يعملوا ريت؟ راهي الدوله قايمه بوجبيتها راهي تقري فيكم في كل شيء، اما انتم ربي يهديكم برا. خاطر ما كنتش معناها نتخيل روحي باش نمشي نقرا في اسبانيا، نتخيل روحي نمشي نعمل فواياج نتفرج ماتش كوره لي نقرا لي. اي وقريتها توا هناك باش تطلع ولا باش تمشي تقراها غادي؟ نمشي غادي باش نعاود من الاول وجديد معناها كل شيء نحب نبدا معناها نعم باس بيه معناها. وقت باش تطلع ان شاء الله ربي يسهل لك ان شاء الله اكتوبر. على كلكم باش تطلع في الطياره مالا هيا اقعدوا مع بعضكم عاد وخيين غادي وتويسه من غير ما نوصيكم. اي بي يعطيكم الصحه ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله ترجعونا المره الجايه والعام الجاي كيما اميمه وتحكي لنا على الاكسبيريونس نتاعكم وتقولوا اسكو صار بالحق والا لي. اما انا يظن حسب ما فهمت اسير باش يكونتاكتيوك مشيو ليندا ولا كيفاش يعملوا؟ طبعاً حتى رانيا راهو تيخو حمرا رانيا زاده قامت الواجب على ده رانيا ولا ليندا ولا فما حاجه اخرى عندنا كبير في ايدي وورد ديجا نوجه لهم تحيه كبيره يعملوا مجهود كبير. احنا عندنا تيم يستقبلك بالاول يوجهك اني ديستيناسيون من بعد يعديك للكونسيي اكاديميك، الكونسيي اكاديميك يعمل لك البروسيدير الكل يعني من احنا جوست ناخذ الدوكيومون تاع الطلاب ومن بعد كل بروسيس بتتم عن طريق ايدوارد لغايه ما تاخذ اللوجمون بتاعك. سهل هكاك احنا موجودين هنا مش بس عشان نوجهوك جست على خاطر كمان يعني نرتح الطالب، يعني مش كمان هو يقعد يلف ويلوج وين اموره وكيفاش يمشي وكيفاش يعمل، سي اي بروسيس احنا نجمو نعملوها احنا ايدوارد متكفلين فيها جست هو يمشي على السفاره يقدم الفيزا نتاعو على روحو ويحاول. كيفاش يتواصلوا معاكم وين يلقاوكم باش نخدموا بليزوموا؟ هلا عن طريق ايدوارد احنا عندنا ثلاثه مكاتب موجود في تونس وسوسة وصفاقس. حتى يتواصلوا معنا بيقدروا عن طريق الفيسبوك عن طريق ايديوورد ولا انستغرام على ايديوورد والا بيتواصلوا معنا على رقم تليفوننا 56 695 240. هو اللي يتنجموا عن تواصلوا عن طريق الفيسبوك وعلى الانستغرام بتاعنا موجودين احنا في تونس في اللاك ان دي. اوكي يعطيكم الصحة يا جماعة احنا وصلنا براتيكمون لاخر ليميسيون بتاعنا اليوم. ميرسي لأسيل زامل مرحبا بك أسيل، ميرسي لباهي واحمد وصابري ان شاء الله ربي يفتح عليكم ان شاء الله ربي يوفقكم. احنا نقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. نرجعكم نهار اثنين ان شاء الله في الو اي اف ام سبيسيال سونتي نرجع انا واصدقائي الاطباء بال 11 حتىكش النصف النهار. ميرسي ليحيى، ميرسي لأمين، ميرسي لزملائنا في اي اف ام تي في. كان معكم هجر الحنيشي، باي باي في الامان.